عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خرج الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دامة مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دائما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. حنا الشباب المتفائل بدون قياس، وصف حاجة جدا سهلة من الأساس، خلف الأجمل وضع أجمل حسب خيالي حسب خيالي. حنا الشباب المتفائل بدون قياس، وصف حاجة جدا سهلة من الأساس، خلف الأجمل وضع أجمل حسب خيالي حسب خيالي. شباب البوم يا للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. نضرب بيبان المستقبل إلى السحاب، نسبح عكس الريح وننجح ولا ننام، ليل الصعبة تصبح سهلة والمر حالي والمر حالي. نضرب بيبان المستقبل إلى السحاب، نسبح عكس الريح وننجح ولا ننام، ليل الصعبة تصبح سهلة والمر حالي والمر حالي. بوم 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 شباب البوم يا والفخر والعزة هم فرسان. أكسر روتيني واتمرن على الفراغ، واخرج واركب واطلب فكري من الدماغ، لين العالم يقف وقفتها للشمال للشمال. أكسر روتيني واتمرن على الفراغ، واخرج واركب واطلب فكري من الدماغ، لين العالم يقف وقفتها للشمال للشمال. حنا شباب البوم، حنا شباب كثير. نحن في الصياد ولا في التيون؟ ولا بلونات. والله ما توقعت كذا يا جماعة. أنا مش في كبدة حاشي. هم بعاد كبدة حاشي. قاعد في ضربة أنا. وأنت كل تجمع تشوفه تقول مضاربة. دزة دزة يا ياسر، خلينا نشوف شو السالفة. يلا. 500 ألف 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 هاي الرابع. 500 ألف 500 ألف 500 ألف 500 ألف هاي الرابع. وخمسة. 550 550 550 600 ألف 600 ألف 600 شكلهم يحرجون على بعير. يا غبي، دي ناقة ما هي بعير. هي بالله صدقت، أشهد بالله أنك راعي نظر، هذه ناقة ما هي بعير. يهوه، والله يا أنت أفهم يا كفتة، ما شاء الله عليك. أيوة، أنا عندي فراسة في الحيوانات. خلونا نقرب منهم. 600 ألف 700 ألف 700 ألف أو 50 800 أو 50 مليون. كم العادي كم؟ كم العادي كم؟ زود 100 عادي. مالي دخل فيك. والله العظيم يا أخي. يلا هلقم مسوي فيها تلعب فيفا. أحد عنده زود خلصتم. من اللي أخذ الناقة؟ عامر. وبكم أخذها؟ مليون. آه يا أبو معجباه، أنا من السنة اللي طافت بايعها يوم الديون حدثني، والحين اليوم أنا جاي عشان استردها ورجعها. أقول راحت المليونين،
يدي طب يدي شوي يدي عورت أجل غراضة 3 مليون 4 ملايين طب يدي فك يدي عورت 5 كل 5 مبروك مبروك ال5 مليون يا عامر سدد المليون و4 مليون حلال عليك أقول عسى ما حد ينسانا من 4 ملايين ملايين لأنه جيهنا وجيه خير عليه عليه ومن حضر القسمة يا شباب فليقتسموا يقتسموا صحي لسانك مرحبا أبو حي الله الشيخ عامر تفضل طول الله عمرك يا ابوي افتح لك مطعم بخاري مانتو فرموزة كبيبة زي اللهب وش مانتوها انت الا ناخذنا قطعة ارض بذا ونزرع نخل وما صنع تغليف ما عليك منه يا عامر اسمع كلامي افتح لك لاونج في التخصصي وجيب لك احلى فنانين يا عيال في مباراة اليوم لا يا ابوي اجل من ذولي هلا والله اتحداك يا كبير سلامات سلامات المبروك باتريوت فاز المركز الاول وربع بنطامي فرحانين بالفوز مبروك مبروك تستاهلون مبروك 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 تستاهلون يا عيال جو التحديات عندهم البطل انا قررت ادخل معهم واخذ لي واحد مفروض بس يا عامر حنا يبيلنا واحد يفهم ذا الأمور تراها يا شباب يعني بحريم هي الدجاج أف عليك وين راح كفته بالكفاتي يا حبيبي كفته هو راعي نظر اسألها وأنا بالمكفة أتحداك يا ابن مكفة حاشي اما عاد حاشي يا كفته عطنا العلم هي تصلح ولا ما تصلح اقول يا كفته افحص زين لا تنكبنا تراها فلوس كم وزنه وانت بتوديه للمقصف اولها بعد يا الفقار وقويصر بالكاتب هب كنتوا جايين تشترون ولا تستابلون إذا ما معكم 700,000 ريال ولا الخلاء سلامات يا أبوي والله لو أنها جايب لكزز هبك ما تدرون وين بالفيه هذا القعود على بارود بن صاهود بن جلمود لا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مبين عليه ولد أصول أدب رزة وبراطم يا ناس عليه يا أستاذ ولد بارود هذا إيش اسمه ما بعد سميته واللي بيشتريه يسميه مجلعت وانا اللي بشتريه علشان تعرف انه ما انطقطق هذا اكيد احد مرسله من نفسينا ما قلت والله يا ابو قبلان هذا واحد يدربي راسه ولا يدري وين ربه حاطه هذا شكله من الحضران اللي ابوه يعطيه دراهمات وقال روح تمشى في الصياد هب يا الحضري ما لقى يتمشى اللي عندي هنيه لكن هين تمشيته هذه بتخليني امشي كذا ما بسمع على علبه اوريك يا ابو الاغابيب يا عيال ذا وراه تاخر الشمس بتغيب نبي نروح نريح بشركم يا عيال نقلت الملكيه الحين يا عامر انت شاري ندينا ولا القعود لا شاري القعود بس ترى الاجراءات مو بسهله في شريحه بيانات تنقل المعلومات كلها حقت المالك الاول وتجي لي يا الربع لقيت لكم اهل القعود شباب طيبين ودقاق ورقاق وحلا من معي انا عامر من وين من حي السليم ونعم وين شوكوش جده حي الهمدويه كفته رعي نظر من الجرادية ياسر من الشفا تركي من أم الحمام صالح من القصيم خذيت المفروض وسميته مجلعد وبتحدى فيه بالمفاريد ويا بعزها ولا بعزاها لا والله في عزاها في عزاها إن شاء الله كوفو يا راعي مجلعد ترى المنافسة حامية وأشوفك واثق من نفسك يا بالله واثق واثق ومن تفخ راسه لكن الراس هذا والله ما ينسم غيري أنا الثقة بالله أولاً ولكن فعولنا في الميدان واللي في راسه شيء يجي للميدان تحسي وتعقب إن شاء الله هني لفرك هشمة يا أبو قبلان تخوي ربعتني الله يربعك وش علمك هل معذر يقولون عنده واحد راعي نظر
هو اللي اختار له القعود. هاي نظر هلا هلا الله يملينا. شفته هذا وخوياه اللي معه ولا يا زولهم، ما هو زوله ناس يبين يجيبون واحد راعي نظر، لكن نكمحهم راعي نظر. وش اسمه؟ اسمه كفته يا ابو قبلان. جعل والله يكفي تهشر خل كفته. عال عال كفته، تعيد تعيد، هذا في اسلام عري تعيد. وكذا هو هذا طاوي الجوع، هذا يدور العيشه. ما هو زول واحد طال عمرك يدور بر ومزاين، لكن هين هين يا ريجيل. الوعد الوعد، الميدان الميدان يا حميدان. هذا وش جابه؟ شوف اللي رفعه المزاد، طلعوا اخوياو. هذا نظامكم؟ اقول ياشين السرج على البقر. يلا يم يقول لك تحداني انت. انت ورا ما تقش خوياك هذول اللي معك وتروح تلعب بلاي ستيشن، ابرك لك. لا تجي تحدى عطران الشوارب. اقول يا عطران الشوارب، الوعد بالميدان. أنت ما تعرف من تلاعب. هذه حقة بلاي ستيشن. ها؟ حقة بلاي ستيشن. أنت ما تعرف من تقاوم. هذه حقة مواتر. بعد. أنت ما تعرف وبس. يا شيب عيني شيبة. والد أبك انفست علي. والربع كلهم يشهدون وكلامي أنا مثل السيف. انفست علي. ترى إلك منقية إلك أنت لحالك. أشهدوا يا رجال، يا رجال خلكم شاهدين. الرجال يقول انفست عليه يعطيني ناقة المنقية. أنا شاهد، أنا شاهد إن شاء الله الناقة ناقتك المنقية. لا والله القمزة القشرة تلطك أنت خوياك. كالمنقية ما هي بناقتي، المنقية 20 ناقة. انفست ترى هيك، لكن ما فزت وفزت أنا قعودك. قعودك نبنق صبه وبنت عشاها والريجين. سلامات يا كابتن، تبغاه يقصب قعود ب700,000؟ احنا فين؟ قوم يا واد. هذا والله اللي مشاركته ما هي في محلها. اقعد اقعد اقعد، هذا تحدي. وان كان خويكم يبي يناطح الريجيل ويصام خروص يتحدى، وان كان ما هو بكفو برخمة يظهر شحم ويقعد. أقول تم وأنا راعي مجلعد. ها نتوجه، ها نطلع. الفائز بالمركز الأول أم جلعد العامر بن علي. اليوم معي صاحب الانجازات والنواميس، صاحب النظره الخارقه الحارقه، بمجلعد الدق الرق والحلا الاول، وقفى بمنقيه ابو قبلان. هلا والله وسهلا. الله حيه. ارحب ارحب. وش التخطيط والخطط؟ انا ما خططت ولا اخوك، احنا طالعين نكشت بالصياد انا والربع، تمام؟ وجدت بفضل الله، الحمد لله والشكر لله، اخذنا المركز الاول. وش ذا الثقه يا عمرو؟ يا ابن حلال انا راعي شناح، راعي الظهير، راعي الضمير، راعي الرب وهسلي. يا وش ذا يا عم؟ امزح معك امزح، انا راعي مخرشوف يا ولد. ثقه اوف عليك. وش توعد جماهيرك؟ اواعدهم بشتات، اواعدهم بالمنقيات، اواعدهم بالفردي، هم يختارون ولا لا يا عيال؟ وين
تحدى وين ثقة الثقة؟ انشر السناب ذا في كل مكان، شيروا شيروا. وافي يا قلن. عفو عليك. فالك نخبة النخبة يا عامر. مشكور يا عرين. والله وصلت راعي منقيات ولد عمي، عز يا ملال عز يا مهبول. عفو عليك. انت يا صالح من اليوم ورايح وكيلي. لا لا وقف 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 وقف. وش ذا؟ يعني شلون علي يعني عشان ولد عمك جاي تحط وكيل؟ ايه عشان ولد عمي، عندك شيء؟ لا تخاف يا تركي، انت ابى احطك مسؤول عن العلاقات العامه، مسؤول عن الشعر والاحتفالات. ايام الله وجهك. لا يا شيخ، وانا تبي ادز الاستراحه؟ عفو عليك، انت خوي يا ابوي، انت مسؤول عن السناب والمواكب، ابيك تشتري لي جي كلاس وشاص وجيب لكسس، اوكي؟ ابشر بها. اي يا ابويا، انا ايش مهمتي يا ابو خربوش؟ اقول الله يخلف، بس اسمها ام خرشوم. لا يسمعك عريج ويدور لك، انت مسؤول التغذيه والتعليف، وانت كفته راعي نظر زي ما قلنا لك. انت نصاب شغلتنا راعي نظر ولا شفنا منك ولا ريال. انا نصاب يا تبابي. اي لحظه، لا انتبه انتبه، تغلط على الشيخ عامر، انتبه. انت حرامي، المفروض تعطينا 1000 ريال لانه انا اللي اخترت المفروض. اقول ليتك جبت صامولي. دزها دزها الاستراحه كعابي، ما نحتاجك. يلا هين، الوعد قدامي عامر. أقول انقلع يا الدرثوم، انقلع. كوك 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 كوك، هذا ما هو الرجال راعي النظر اللي يشتغل عند عامر؟ ها؟ إيه والله إنه هو. صفت صفت. مسيت بالخير. مساء الجن والعفاريت. أفا، وش فيك أنت؟ عامر النصاب ما أعطاني حقي وطردني. عامر طردك؟ امشي معنا ومالك اللي يدس بشاربك. انا جعان ابغى اروح بوفيه اكل كبده. تعال معنا ومالك الا تيس كامل. تيس امانه. هيا هيا جيل فيها العافيه يا ابو الكفاتي. شرب الله بالخير. انت من يوم تركت الغليم هذا وعفشه اللي معه عز الله تبى تلقى خير. شرب الله بالخير. اقول لك في انا كلاوي ابقى قدامك الشحم واللحم تقول لي كلاوي؟ أبدورها منا ولا منا؟ ولا تصدق يا أخوي طبيك الجوع، أنت تبي تأكل انقز وكل معي يا أخوي. يا أخوي وجهني يستاهل. خلاص رفق رفق عليها رفق عليها، هذا أبو الكفاتي. هذا أقول يا أبو الكفاتي أباك تشتغل معي وبعطيك ميزانية مفتوحة، لكن ها ما باك تنقال إلا الشيء الطيب. أبشر بها وأنا ابن مكفيت. أقول لك أبغى كل يوم تيس كامل. يلا يا حلو حلو يا ويلي، يا ضحك يا زكينك زكيناك. ابشر ابشر ورا فخار. تبي الصدق يا ولد عمي، يبي لك عالم، يبي لك ربع، يبي لك تحالفات. على العموم التوجه للصياد، هل عش عندي بمخيم الليلة؟ أقول لك هذا أشقح ولا مغر ولا مجهم؟ أنت ما شايف عينك؟ يا ابني ما شاء الله عليك، كأنك جاي تدور على الحلال الطيب. ياوا أنا الشيخ بن مكبيت رأي النظر، كل اللي فازوا أنا اللي نقيت لهم حلالهم. وانت بتشتغل عند مين؟ اشتغل عند ابو قبلان، كلفني اشوف له حلال طيب. وليش تغلب حالك؟ انا رح اريحك واخليك ما تجيب ولا تشارك الا بالشي اللي عليه القيمه. انت راعي نظر؟ لا، انا اللي بخلي راعي النظر عنده نظر، بس انت خليك معي رح تكون رضيان انت وابو قبلان. نرحب بكل من حضر ونقول ما قصرت وبيض الله وجيكم. رحبوا معي بضيوف صالح شباب القصيم. شباب القصيم وهنا منهم ضيوف ياسر شباب تركي الاول. تركي الاول ومن هناك هناك منهم هناك ضيوف الشيخ عامر. ضيوف الشيخ عامر شباب حيسري حيسري. وهناك منهم هناك ضيوف شكش من جدة للضخة والشدة
هاي الهندوية. مرحبا أبو. هاي الهندوية. مرحبا أبو. وهذول يا عاد أصدقائي، أصدقائي حي أم الحمام. شباب أم الحمام. وهناك منو؟ ما أصدق. الشيخ عامر، الشيخ عامر البطل، السيف، الجبل، الحمام. الحمار؟ الحمام، الحمام. واسمح لي يا شيخ عامر أقدم لك شاعر الجزالة، شاعر الأدب، شاعر الثقافة، إنه شاعر الليل، عزوز الليل. أرهب ثم أرهب ثم أرهب، جينا نشارك ونبارك لله المجلدات. مجلدات مجلدات. جينا نشارك ونبارك لله المجلدات، جينا وفروسنا سطر وتشيش. حي الله عامر والقعدان والمفطحات. ولا تنسونا يا اخوان من الاكراميات والبخشيش. انت جاي تشحد هنا؟ جاي اقتات عن طريق الشعر. يا عم اقتات عن طريق شارع المنصور في مكه. طس هناك اذلف. عريج حي عريج حي عريج. حلوى وسلوى، والثقه يبقى ثقه في محل الشيخ عامر جلح عامر راعي مجلعدات الجزيره. معركه بكره حامل وطيس فيها. بتدخل اشداد ولا ما انت بداخله؟ عفو عليك، أبى أدخل اشداد، واللي كفو يقرب. بتاخذ اشداد؟ عقبني الفنجال إذا ما خذيته. الثقة يبقى ثقة، ولا لا يا عيال؟ ولا لا يا عيال؟ ما دام الدراهم موجودة يبطي أحد ياخذه وأنا عامر. كفو. يا أبو كفلان! يا أبو كفلان! أبك غريم عامر. يقول انه بيدخل مزاد اشداد بكره. كذب الشبابي هذا، والله اللي عاقبنا عقوبه يا ريجي. على اي الملازم منه عقوبه؟ هي بالله عقوبه. انا وش اسوي؟ هو وش يبي مني؟ وش يبي مني؟ المنافسين من جهه وهو من جهه، انا وش اسوي انا؟ لكن اشداد قدام راسي شم الهواء والله ما يذوقه. اقول لك ايش سويت؟ ضربتها إبرة ببراطمها. ضربتها ببراطمها؟ أنت خليك مع وهبي، وهو يجمل اللي ما يتجمل. شايف هاي الناقة؟ رح تصير حديث البلد. وإذا ما ربحتكن جوائز وفلوس أنا ما أكون اسمي وهبي. يعني هذه الإبرة تنفخ ببرطم؟ بالضبط. بدك أنفخ لك برطمك؟ ضحكتني. أقول لك خلص شغلك، نبغى كل المنقية تخلص الليلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. اليوم المنافسة القوية بين أبو قبلان وصاحب مجلعد. من يفتح الباب المزاد؟ ألف ريال. ألف ريال. ألف ريال. ألفين. ألفين أبو قبلان. خمس آلاف. خمس آلاف صاحب مجلعد. عشر آلاف. عشر آلاف. عشرين ألف. عشرين ألف ريال. ثلاثين. ثلاثين ألف ريال أبو قبلان. خمسين. خمسين ألف. خمسين ألف. ستين. ستين ألف يا أبو قبلان. ثمانين. ثمانين يا راعي مجلعد. مية. مية ألف. مية ألف. والله احترقت اليوم. مية ألف. منافسة قوية. هاي يا راعي مجلعد إيش تقول؟ مية وخمسين ألف. مية وخمسين. مية وخمسين ألف. 150 ألف. ها إيش تقول يا أبو قبلان؟ 150. ها يا أبو قبلان. أقول عطية. تحية الجمهور. ألف ألف مبروك يا صاحب الجلعد. لا داعي لا داعي لا داعي. أشداد له هلا يا أخوان. اللي ما يقوى اشداد لا يقربه. اتحداك يا المذيع البطل. مشينا يا عيال مشينا. صب الشيخ صب. مر علينا بالمخيم باذن الله. روح يا اخ كفته. نعم. البل هذه كلها فيها عبث. ايش عبث؟ مضربه ابر وملعوب فيها. ما هو يا شيخ يا شيخ، انا ابي اعلمك بعلم ما هو بزين. مو شان هي علومك اللي ما هي بزينه. منقيتك
علامة شراها الكفتة طلعوها مع المشرحة وش اي والله يقولون فيها عبث والله اني خابر ان كفته هذا ما يجي مراه الا الدواهي من يوم شفت المقرود عامر وانا خابر انه بهذن حظنا ردي لكن هين انا اوريك كفته لك فت كفت الشر مش انا اعطيك الشغل هالحين يا ابو الكفاتي اعرف شلونك فتك في الصندوق هذا خلي الجميع نسلم يشوفك عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصدافة بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم 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 شباب البوم يا ضحكة والبسمة دامة مرسومة على هالشفاه نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه شباب البوم دائما للطاقة هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان حنا الشباب المتفائل بدون قياس وصف حاجة جدا سلام للأساس خلف الأجمل وضع أجمل حسب خيالي حسب خيالي حنا الشباب المتفائل بدون قياس وصف حاجة جدا سلام للأساس خلف الأجمل وضع أجمل حسب خيالي حسب خيالي بوم 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 شباب البوم يا والفخر والعزة هم فرسان نضل بيبان المستقبل إلى السحاب نسبح عكس الريح وننجح ولا نهاب ليل الصعبة تصبح سهلة والمر حالي والمر حالي نضل بيبان المستقبل إلى السحاب نسبح عكس الريح وننجح ولا نهاب ليل الصعبة تصبح سهلة والمر حالي والمر حالي شباب البوم يا الخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان أكسر روتيني واتمرن على الفراغ واخرج واركض واطلب فكري من الدماغ لين العالم يقف وقفتها للشمال للشمال أكسر روتيني واتمرن على الفراغ واخرج واركض واطلب فكري من الدماغ لين العالم يقف وقفتها للشمال